وبالعودة إلى تطورات الأوضاع في القدس والضفة الغربية، ينضم إلينا من رام الله مراسلنا فادي العصا. فادي، أهلا بك. كيف تجري العمليات الخاصة التي أعلنت عنها سلطات الاحتلال في نابلس وربما في جنين؟ وأيضا سيكون معنا أحمد دراوشة من جديد للحديث أيضا عن الاقتحامات للمسجد الأقصى. أبدأ معك فادي، أرجو أن تضعنا في أجواء هذه الاقتحامات في الضفة الغربية. حامد، حقيقة يعني نحن نتحدث عن شهيدين خلال 24 ساعة. الشهيد الأخير هو سائد الكونية الذي استشهد في ساعات فجر هذا اليوم عندما اقتحم جيش الاحتلال مدينة نابلس، وكان يهم باعتقال مجموعة من الشبان قبل أن يقول جيش الاحتلال إنه نصب كمينا لمجموعة من المسلحين الفلسطينيين، أحدهم كان على دراجة نارية وثلاثة آخرين في مركبة، ويقوم بإطلاق النار عليهم. يبدو أنه عندما أطلق النار قد تفجرت الدراجة النارية التي كان يعني يركبها الشهيد الكوني الذي استشهد يبدو، وتم احتجاز جثمانه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. فيما قال الجيش أيضا أنه انسحب الثلاثة الآخرين، يبدو أنهم كانوا مصابين في المركبة ولم يتم ذكر أسماءهم. هذه الأحداث طبعا في مدينة نابلس في ساعات فجر هذا اليوم، كان سبقها يوم أمس استشهاد شاب بزعم أنه حاول تنفيذ عملية دهس، ولكن أذوه في منطقة بيتجزا شمال غرب مدينة القدس يتحدثون أن الأمر على الأغلب أنه حادث سير، وأن جيش الاحتلال يحتجز الجثمان ولم يخرج ببيان رسمي حول ما حدث يوم أمس. هذه الأحوال وهؤلاء الشهداء هم ضمن إجراءات مشددة يقوم بها جيش الاحتلال، ستتشدد أكثر خلال ساعات هذا الليل مع بدء الأعياد اليهودية وخاصة رأس السنة العبرية، انتشار واسع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أرجاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة وعلى مفارق الطرق، وخاصة في المنطقة الشمالية تحديدا في محافظتي نابلس وجنين التي قال عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي لبيد اليوم إنه يمكن أن ينفذ عملية عسكرية في هذه المناطق التي يخرج منها مسلحون ويكون هناك إطلاق نار تجاه جيش الاحتلال والمستوطنين. كيف ستكون الصورة؟ هذا ما سيفسره الميدان. فادي ابقى معي، أنتقل إلى أحمد دراوشة.